ما الذي أتعلمه من سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ درسا في الكمال والنضج الرحماني اسمه رب اهد قومي، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. درسا لو تأصل في مدارس الوجود لتحولت غابة الموجودات التي نعيشها وحرب الحياة التي نعيشها نفسيا وماديا وآليا ومعنويا، لتحولت حياتنا إلى جنة. محرابها محمد، وسماؤها محمد، وأرضها محمد، وروحانيتها محمد، لعاش الوجود في معنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لعاش العوالم في رحمة، تحول مر الزمان إلى ملاحة تحلو فيها الأيام. لكننا في زمان والله أشبه ما يكون بيوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه القلوب ما تعرف الأحكام لأنها مغموسة في دائرة الرحمة. قالوا يا رسول الله اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم المرحمة، ما بين الملحمة لأخذ الحقوق والمرحمة لستر العيوب. هذه كمالات، هو في ذاته معجزة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء؟ قالوا اليوم يوم الملحمة. أم مستهم البأساء والضراء، منهم اللي ساب بيته، منهم اللي فقد ولده، منهم اللي فقد بصره، منهم اللي فقد جوزه، ومن اللي فقد عياله، منهم اللي تيتم عياله. مستهم البأساء والضراء. كان يمر على سيدنا خباب بن الأرت يقول له يا خباب لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل ويوضع له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيشق ما بالمنشار ما دون لحمه عن عظمه، ثم يشق بالمنشار نصفين، ما رده ذلك عن دين الله شيء، والذئب على الغنم ولكنكم قوم تستعجلون. كان يمر على بلال وهو يتألم متأوها أحد يقول لا اصبروا، يمر على آل ياسر يقول اصبروا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومع هذا يا عباد الله، يوم يأتي أولئك الذين سيملكون زمام الأمور بسلطان جبروت الله سبحانه وتعالى وبما غلب لهم الله من كاد لهم من قبل، قالوا اليوم يوم الملحمة. فاستظهر النبي من جعبة الرحمة الإلهية موطنا يبرز فيه أنه في كمال النضج الإنساني، وقال لا اليوم يوم المرحمة. الله الله الله، احنا مش جايين نصف حسابنا مع حد، كل القضايا عند أهل الله بريئة، كل القضايا عند أهل الله بريئة. عشان كده يا بخت اللي قضيته مع ولي، اصبر كما صبر أولو العزم من الايه، اصبر زي ما صبر أولو العزم، وأولهم سيدنا نوح صح. عشان كده سيدنا ابن الفرد يقول نسخت بحبي آية العشق من قبلي، وكل فتى يهوى فإني إمامه وإني بريء من فتى سمع العزل. إذا جاد أقوام بمال رأيتهم يجودون بالأرواح منهم بلا بخل. فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس صبرا. كيف ده؟ هنشوف السماحة بقى المطلقة مش الصبر. قولوا العزم صبروا. سيدنا النبي إيه؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الإيه؟